أذكر على وجه الاختصار شروط الدعاء وآداب الدعاء. قالوا أولا دعاء الله وحده لا شريك له، فمن دعا غير الله فقد أشرك. اثنين، ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لما رواه مسلم يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ثلاثة، أن يدعو بقلب حاضر موقن بالإجابة، لما رواه الترمذي والحاكم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. رابعا، ترك المحرمات. في الحديث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام إلى آخر، قال فأنا يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب له. وقد قال عليه الصلاة والسلام لسعد لما قال يا رسول ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.